عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في وصفات الطبخ والموضة مع خديجة. اليوم إن شاء الله غنجيب لكم واحد الوصفة كيعشقها الكبير والصغير، الشاورما بالدجاج. كنتمنى تكون تنال إعجابكم وتجربوها في البيوت ديالكم. ندوزوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للطريقة، عندي شرائح ديال الدجاج، انا قطعتهم على هذا الشكل طوال كيف كتشوفوا. التوابل عندي خركم، عندي التوابل ديال الدجاج، عندي الثوم محكوكه جوج دريسات ديال الثوم، سنينات ديال الثوم محكوكين، عندي سكنجبير، عندي فلفل اسود لبزار، عندي بودره ديال الثوم، بابريكا، الملح، وواحد شويه ديال الزعتر كيف كتشوفوا، وعندي جوج معالق كبار ديال الياغوت الطبيعي. بسم الله، غادي نخويو التوابل كامله. وغنزيد الياغوت، وغادي نعجن مزيان الخليط ديالي. نخلط مزيان واحد شويه ديال زيت الزيتون، هو كيعطي واحد اللذة. مزيان كما كتشوفوا الخليط رائع. هاد الخلطه مزاله البنات، نقدروا نديروا الشاورما في الدار احسن من ديال الزنقه او ديال المطاعم الكبرى. صافي، غادي نخليها تشرب تقريبا واحد الساعة ولا نص ساعة على حسب الوقت اللي عندكم. إلا كان عندكم الوقت من الأحسن الواحد يديرها ليلة كاملة. واحد المقلاة غندير شوية ديال الزيت، وغادي ندير صافي، غندير اللبن ديالي. ونحمرو نقلبو نقلبو فيهم حتى يطيبو. صافي كما كتشوفوا خصهم يتحمروا على هذا الشكل هذا. صافي دابا راه وجد. صافي دابا الدجاج راه هو قطعته على هذه الطريقه هكا كيف كتشوفوا. انا عندي خس، عندي بصله، عندي مطيشه مقطعه دواور، وبصله كذلك شرائح رقيقه، وخصي طريفات صغار. عندي لاصوص اللي فيها المايونيز والمطارد، وحكيت الكورنيتشو، وواحد فص ديال الثوم حكيته كذلك، ودرت هذه الصلصه كتكون رائعه كتجي. صافي، هنا عندي كورنيتشو رقيق، وعندي الزيتون، وعندي كوردون باش نسد. صافي بسم الله. بالنسبه للخبز ديال التورتيلا، غادي نحط لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف.
مع طريقة الاحتفاظ بها وطريقة التحضير ديالها، راه كتجي رائعة. نكملوا الوصفة. قد بصل، شرائح بصل شوية، شوية مطيشة طماطش، والخس، ندير شرائح ديال الدجاج، ندير شوية الزيتون وكورنيشو، باش تجي عامره مزيان غندير شويه ديال البطاطس، حبات قليله، غندير شويه ديال الكيتشوب، وغندير فرماج هذا المربع على هذا الشكل، وغنسد الشاورما ديالي على هذا الشكل. غندير كوردون غير باش يسد حتى نكمل الخبز ديالي كامل، ونديرو في بانيني. كما قلت لكم البنات، شوفي هذه ديال التورتيلا كتجي كتطواغي بوحدها كيف كتشوفوا، كتجي ما كتخسرش. غنعاود معكم وحده، شويه البصل، ديرو مطيشه طماطيش، ندير معكم الخس، تقدروا تزيدوا فلفله، تزيدوا فلفله عمروا باش ما كان اللي عندكم، ماشي لا بد انكم ديروا داكشي اللي دايره انا المتواجد. نديروا شرائح ديال هو كيبغي يكون عامر مزيان، ندير واحد لاصوص ديال الفرماج اللي قبل سبقت حضرتها معكم في طاكوس، ها عندي في القناة، حتى هي كتجي رائعة. صافي، وكنسدو على هاد الطريقة، هو كيتسد بلا كوردون، هو كيتسد هاكو. نتلاقاو معكم في التقديم. إذن حبيبتي، هذا هو الشكل النهائي ديال الشاورما، منظرها كيجي رائع وغزال كيف كيتباع في المطاعم، كذلك المذاق احسن بألف مره حيت عارفين اشنو دايرين فيه، كذلك متاكدين انها نقيه 100%، واكيد غادي تجربوها وتعطوها لوليداتكم. كنتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم وتجربوها في البيوت ديالكم. الى عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بلايك وتشتركوا في القناه الى ما كنتوش مشتركين، وتخليوا لي تعليق تحت الفيديو على ارائكم واقتراحاتكم للقناه. الى الفيديو الماجي ان شاء الله.